روح للحلقه اللي جايه اللي بعد كده نشوف الحلقه اللي جايه هدف وهدف طبعا من عند المساعد رقم واحد وسمير جمال. على فكره كابتن شريف كان قاعد معايا واحنا قاعدين عشان كده انا قلت في حاجه هقولها لكابتن شريف. كانت النتيجه 0-0. معلش يا سمير معلش هقول النقطه ديت. فقال الاهلي هيجيب جون دلوقتي. انا قاعد استغربت قوي. ايوه. مفيش 20 ثانيه والاهلي جاب جون. مظبوط. فبصيت له كده ايه ده؟ كابتن شريف ما اعرفش انت قلتها ازاي. ما هو كان في كوره ضايعه قبلها. في حاجات بتحصل في الملعب. كل 10 دقايق بيقول الاهلي هيجيب جون. لا والله ما بهرج ده حصل. وبعدين لما الجون الحكم المساعد رفع يا كابتن ايمن قلت له مفيش جون اهو. كابتن ناصر وانا قلت لا بقول لك كابتن ناصر لو خدنا كابتن شريف كل 10 دقايق بيقول جون هنكسب كل ماتش 10-0. كل 5 دقايق بيقول الاهلي هيجيب جون. فالمهم انا حتى الراجل قال حاجه حلوه انا استغربت الفرق بيني وبين الناس دي 500 سنه ضوئيه. انا معاك. لما انا اقول لك الاهلي هيجيب جون دلوقتي في شواهد. والله انا استغربت بجد. خد بالك؟ هو قاعد احنا ليه عايزين ساكتين؟ الملعب ليه انا؟ عايزين ساكتين والله يا كابتن ايمن عايزين ساكتين. احنا ناس بتوع الاهلي هيجيب جون. انا قلت يمكن ايه؟ قلت يمكن في رساله جات له. كابتن انت كان بيتفرج معاك في الدقيقه كام؟ الدقيقه 57. 57؟ 57 دول قال لنا 10 مرات انا هجيب جول. يلا المهم هنا حاله صعبه سمير جمال حاله صعبه جدا جدا. انا مش هرد عليك هنا. اتفضل يا كابتن. حاله صعبه سمير جمال النهارده يعني تمركزه هايل ولكن بنبص كده كابتن هنلاقي اللعبه ديت صعبه فعلا لاي مساعد. هنا طبعا الفار اكد الهدف والخطوط يعني هنقول ماشي الحال والفار يؤكد على هدف لحسين الشحات على الرغم ان مساعد سمير جمال بقول حاله صعبه سمير ما فيش مشكله خالص وانت من الحكام المتميزين دايما سمير جمال.